نحن من سيضع الحجر الأسود. بل نحن من سنضع الحجر الأسود. هل تقبلون بأن نحكم أول من يدخل علينا؟ لا مانع من ذلك يا ابن المغيرة. فطلب النبي رداء فوضع الحجر وسطه، وطلب من زعماء القبائل أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوا. حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده الشريفة فوضعه مكانه صلى الله عليه وسلم. حدثيني عنه يا بركة يا أم أيمن. كان دائما بركة في أي منزل ينزل. سمعت ما جرى لحليمة إذ نزل بدارها؟ زاد اللبن في الدروع وسمنت الماشية. أما عن الأحبار والرهبان فكلامهم عنه مثير يا بركة. وأول ما بدأ به الوحي هو الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب الله إليه الخلاء، كان يخلو بغار حراء فيتحنث أي يتعبد، وكان يتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. يا أبي إنها ميتة. ونحن نأكل الميتة يا بني، هيا. أبي لا أطيق. هيا يا ولدي، فلربما ذبحتك إذا جاء الفرج أمام الصنم، هيا. أمرك يا أبي. ولدي فداء لك على أن ترزقني وتجعلني من سادة القوم. أبي من هذا؟ هذا الصنم هو إلهك الذي تعبده. هذا إلهي؟ عد معي يا زيد. لله أعود، سأعيش مع محمد. أنا أخيرك، أنا أو محمد. سأختار محمداً، من أكرمني وأواني وعلمني، محمداً الصادق الأمين. ماذا؟ ولكني والدك وأريدك معي. وأنا أريد محمداً.
أنا زيد بن حارثة، والناس ينادونني بزيد بن محمد. لقد اشتراك محمد وخيرك بينه وبين أبيك، فاخترت أن أعيش مع محمد. لقد وجدت في محمد الوفاء والحنان يا زيد، وأصبحت زيد بن محمد. وجدت فيه خصالا لم أجدها في أحد غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ؟ قال: فغطني به، أي ضمني، حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ؟ قال: فغطني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ماذا أقرأ؟ فغطني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني. فقال: اقرأ. قلت: ماذا أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فقرأها ثم انتهى فانصرف عني، وهببت من نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابا. فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه، فما أتقدم ولا أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي، وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عني. ورجع النبي إلى خديجة وقال: زملوني، زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الخوف. فقالت له خديجة: ما لك؟ فأخبرها بما جرى وقال: لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. The message began with revelation, and the first verses was revealed to Muhammad to start his mission. Le message a commencé avec la révélation. Et les premiers versets ont été révélés à Mohammed pour qu'il commence sa mission.